توقف التعليم الحكومي وباتت المدارس خاوية على عروشها. ألتقيكم اليوم من العاصمة عدن لنناقش عن كثب قضية توقف التعليم وأيضا مطالب المعلمين من هنا من العاصمة عدن من إحدى المدارس التي افتقدت لطلابها. ابقوا معنا بعد هذا التقرير للحديث بقية. تصاعدت الدعوات المجتمعية المطالبة بإغلاق المدارس الحكومية والخاصة بالعاصمة عدن. جاء ذلك عقب إعلان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالإضراب الشامل عن العمل الذي كان قد تزامن مع بدء حلول العام الدراسي الجديد. النقابة طالبت معالجة أوضاع المعلمين واستخراج حقوق المعلم وتسوية أوضاعه دون مماطلة أو وعود كاذبة من قبل الحكومة التي ما زالت الحكومة تنكت بوعودها. إن حقوق المعلم اليوم منزوعة فبات راتبه لا يغطي احتياجات أسرته نتيجة لما تمر به البلاد من أوضاع سيئة. تمسك المعلم بالإضراب الشامل مطلب وحق شرعي لأجل استعادة حقه المنزوع. المعلمون كانوا قد أعلنوا عن تعليق الدراسة والإضراب الشامل لحين تحقيق مطالبهم باعتباره البعض تعطيلا للدراسة وله انعكاسات سلبية على مستقبل الطلاب والتعليم، في حين أن النقابة أوضحت بأن القرار غير مسؤول عليها محملة الحكومة مسؤولية ذلك. بعد أن شاهدنا وإياكم هذا التقرير الذي سلط الضوء على أوضاع المؤسسة التعليمية في العاصمة عدن وأيضا المناطق المحررة والجنوب وأيضا أوضاع المعلمين من جهة أخرى، مع كل أسف الذين يطالبون منذ سنوات بالعديد من المطالب المشروعة ولكن لم يجدوا استجابة حتى الآن مما اضطرهم إلى توقف أو تعليق التعليم، من انعكس على الواقع التعليمي وأيضا انعكس على واقع الأسر في عدن التي تعاني مع كل أسف منذ اندلاع الحرب وحتى الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية وأيضا بسبب توقف التعليم وغيرها من الأوضاع التي ألمت بالعاصمة عدن. مع كل أسف هناك مشاكل تتراكم في عدن دون أن تجد حتى الآن أذانا صاغية لحل تلك المشكلات، ولو أنها تعتبر من المعضلات التي تقف في بداية سلم الترتيب في المشكلات الأساسية. توقف التعليم، طبعا أنا العدد كبير كلهم هنا مدرسون أو معلمين ونقابيين أيضا سيعرفوا بأنفسهم كلا باسمه وصفته لنتعرف عن مطالبهم وأيضا لنضع استفسارات المواطن العدني بين أيديهم. أبدأ هنا من اليمين معي، تعرف عليك. الأستاذ ياسر فرحان محمد، رئيس نقابة المعلمين التربوي الجنوبي لعاصمة عدن. رئيس نقابة المعلمين، جميل جدا. أنتم الآن علقتم التعليم، ليست المرة الأولى بل هذه تقريبا المرة الثالثة أو الرابعة، صح ولا لا؟ كل عام أول ما يبدأ التعليم تبدأ تظهر مشاكل وأيضا مطالبات للمعلمين ويتوقف التعليم. ما هي مطالبكم؟ هل هي نفس التي تطالبون بها منذ 4 أعوام تقريبا أم تغيرت؟ طبعا في الأساس هي ليست مطالب وإنما حقوق. نحن نبعث عن حقنا، نحن لسنا كما بقية المرافق أو التي تطالب بزيادات في رواتبهم، نحن نطالب بحقوق مكتسبة لنا منذ عام 2014 لم نستلمها. مثلا معنا طبيعة عمل 2011 منذ تعيينهم إلى الآن محرومين من طبيعة العمل، من طبيعة العمل حقهم. أيضا معنا الهيكلة الأجور لأن لم تعد تتناسب مع الوضع الراهن، حيث يصل راتب المعلم ما يتجاوز من 40 إلى 190 دولار 100 دولار. أيضا معنا يعني من 40 إلى 100 ألف تقريبا. أيوة يبدأ متوسط الأجور، متوسط الأجور من 40 إلى 190 99 هكذا. وأيضا معنا التطبيب، الرعاية الصحية أسوة بقية المرافق، وأيضا معنا المتعاقدين نطالب بتثبيتهم لأنه كم سنين هم يكذبوا. المتعاقدين الذي كانوا من 2011 أو من قبل؟ لا المتعاقدين موجودين الآن من 2011، موجودين من 2020 2022 2023 2023. أيضا معنا المتقاعدين إلى الآن تسوية أوضاعهم. أيوة.
طيب الآن هذه لحد الآن هي حقوق، مثل أنا قلت يعني مطالبات، أنت قلت حقوق، هناك توصيف يختلف. وأنا يعني هذه يعني حقوقك وأنت من حقك أنك طالب بها. طيب الآن التعليم مع كل أسف توقف، والمدارس الخاصة استغلت هذا الوضع ورفعت الرسوم، ما رأيك أنت بتوقف تعليمها؟ طبعا اولا تعرف عليك. الاستاذه هنا عوض بزغيفان، رئيسه نقابه المعلمين التربيين الجنوبيين في المعلة. بالنسبه طبعا للمدارس الخاصه، للاسف الشديد حتى لو اجينا نشوف المخرجات حق المدارس الخاصه لا تقارن شيء بالمدارس الحكوميه. هم رفعوا الرسوم طبعا لاغراض يعني تجارية يعني هي مدارس أكثر تجارية من أنها تعليمية. طيب أنت قلتي لا تقارن مخرجات التعليم الخاص بالمخرجات التعليم الحكومي، بمعنى هل هم أفضل أم أنتم أفضل؟ لا أكيد الحكومي أفضل. ليش؟ الحكومي في بو طبعا من المعلمين ذوات الخبرة، في دائما في نزول من التوجيه، دائما يكون في دورات، في ورش أعمال هكذا. فلما نجي نشوف الامتحانات الوزارية للأسف الشديد يعني مخرجات التعليم الخاص يعني للأسف الشديد على المبالغ اللي يطلبوها وعلى اللي ياخذوها من الطلاب، بس المخرجات حقهم جدا ضعيفة. تمام. طيب الآن هل أستطيع أن أقول أن توقف التعليم الحكومي ساهم بدعم المدارس الخاصة لتوجه أولياء الأمور لمن استطاع عليه سبيلا للتعليم هناك؟ هو التعليم الخاص قد ترك يعني كسر، يحاول انه يكسر التعليم الحكومي، بس في مقابل انه لا، نحن في التعليم الحكومي نحن نطالب اصلا انه نحن نبحث عن التعليم الافضل للطلاب. فنحن طبعا مش جهه تجاريه، نحن نحاول قدر الامكان انه حتى الاضراب حقنا هذا لتصحيح العمليه التعليميه، نحن نشتي نعطي لاولادنا حاجات افضل من اللي كنا نقدمه. وبالمقابل أنتم تسووا أوضاعكم. أكيد بالطبع. جميل جدا. طيب عفوا أتعرف عليك أستاذة؟ أريق محمد عبد القادر، نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين، الرقابة والتفتيش. رقابة والتفتيش. أستاذة، إذا ما تحدثنا عن إضرابكم وتعليق التعليم وأثر ذلك على المواطن، كيف تشوفي هذا؟ إيش رأيك يعني؟ أنت راضية؟ طبعا إحنا كمعلمين في درجة أولى وأولياء أمور مش راضين على الحال هذا. ما فيش حد راضي انه عياله او بناته او جالسين في البيوت، ونحن كمان كمعلمين مش راضين نفسيا احنا جالسين في البيوت، بس نحن مضطرين احنا كل مره نضرب ونتنازل نقول عشان الاولاد، عشان طلابنا، عشان والحكومه مش موجوده والحكومه والاوضاع البلاد مش مستقره. بس احنا لاحظنا على الجهه الثانيه انه التهاون وتخاذل وعدم اهتمام بالجانب التعليمي وبمطالب المعلمين، استخفاف بمطالبنا، استخفاف بالكوادر، استخفاف بنفوسنا. طب لما متى يعني؟ لا فين عاد بيوصل الحال اكثر من كذا؟ لا فين. طيب هل تعتقدي انكم انتم كمعلمين في المدارس الحكوميه ساهمتم بدعم المدارس الخاصه بلا شعور، لانه انتم توقفتم عن التعليم والمدارس الخاصه بدات تشتغل و لا. ويعني لا نحن ما ساهمناش. احنا من ضمن مطالب نحن كمان تصحيح العمليه التعليميه واقفال المدارس الاهليه والخاصه. اقفاله، لان هي ما فتحتش الا لضرب التعليم الحكومي والتعليم العام. ايش من مجال او ايش من مساعده احنا قدمنا؟ احنا ما ساعدنا. طيب اذا اغلقت المدارس الخاصه مثل ما انت تطالبي، هل سيستوعب التعليم الحكومي كل الطلاب؟ هذه نقطه جيده، لانه كمان من مطالب نحن إنشاء مدارس وتعاقد وتوظيف معلمين جدد علشان يتواكب مع العدد الكم الهائل اللي بيتواجدوا الآن في المدارس أو الطلاب اللي بيتوافدوا له. فشيء طبيعي لازم تبنى مدارس أو توسيع مساحة الصفوف في بعض المدارس وتوظيف كوادر متخرجين لهم سنين من 2012 آخر توظيف، فالباقي موجودين جالسين في البيوت أشغال خاصة متعاقدين. لما متى؟ أنا أتفق معك إلى حد كبير، بس اسمحي لي برجع لكم كلكم على فكرة الذي سألته وبرجع لكم ثاني مرة. بس أنا هنا سأذهب إلى الأخ حسين القعديني. أنا سبق وقد أخذتك معي من قبل، عرف بنفسك. الأستاذ حسين القعديني، الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين. الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين. أنت أكثر واحد تصايح دائما وقت الإضراب وتنادي في الإضراب وتصدر البيانات، وهناك اتهامات لك شخصيا بأن أولادك يدرسوا بمدارس خاصة، ما رأيك؟ طبعا هذه الإشاعات احنا
ليس جديد علينا، دائما تصدر عندما دائما الشجرة المثمرة ترمى بالحجر. فأولادي يدرسوا في الفقيد هاشم، والأستاذة ميادة موجودة معنا في النغابة. فقيد هاشم حكومية ولا خاصة؟ حكومية. وأستاذة ميادة معنا في النغابة، وهي مربية صف أولادي. وطبعا إذا كنت أنا أدرس أولادي خاص فمعناته أني مقتدر، فلماذا أعدني بأشكي أو بأشكي حالي وبصايح؟ لحنا نشكي ونعاني لكل معلم، من بينهم أنا، أسرنا لا توجد، لا نقدر نصرف قوت أولادنا، فكيف سنعلفهم بمدارس خاصة والمبالغ هائلة بمئات الآلاف؟ نحن رواتبنا من 60 إلى 65 ألف، أنا راتبي 65 ألف، وغيري يستلم 40 وغيري يستلم 45، فما بالك إذا كنت أنا أدرس أولادي خاص، كم يشتي لي مبالغ وكم يشتي حق باصات حق نقل؟ فكل هذه افتراء. يعني أنت تنفي أن أولادك يدرسوا بمدارس خاصة لأنك لا تستطيع أن توفر لهم الاحتياجات للدراسة هناك؟ ليس له احتياجات الدراسة، لا أقدر أوفر لهم قوت الأولاد، يعني الراتب يكفي أسبوع. طيب الآن المدارس يعني الخاصة، المدارس الخاصة تعمل مع كل أسف، بل ورفعت رسومها، واضطر الكثيرون إلى الذهاب إلى تلك المدارس لتسجيل أولادهم. هل يعتبر هذا إسهام منكم في دعم التعليم الخاص بشكل غير مباشر؟ أنا بأجيب بطريقة أفضل من كذا وأوضح فيها الأمور. تفضل. هناك في مسؤولين في السلك التربوي وفي الحكومة هي التي تساهم في رفع الخاص. بماذا؟ بعدم إيفائهم بالتعاهدات والاتفاقيات وقراراتهم اللي صدروها من رئاسة الوزراء من أجل أن يتوقف التعليم. لو كان أنهم أوفوا مع المعلمين الحكوميين ما أغلقت المدارس، لكن هم يسهموا بهذا لأنه معهم مدارس خاصة، ومنهم مدارس خاصة هنا داخل البلاد، ومنهم محمد مدارس خاصة خارج البلاد. من القائمين على القائمين في السلك التربوي وفي السلطة العليا. طيب يعني الآن أخذنا منحنى آخر مع كل أسف، يعني هناك مصالح يعني تتضارب مع المصلحة العامة، هذا الذي أفهمه من كلامك. سأعود لك أستاذ حسين، ولكن سأعود من جديد إلى الجهة اليمين التي كنت فيها. الأستاذ تعرف عليه؟ أستاذ أنور الزعلم. أستاذ أنور الزعلم معلم. طيب مطالباتكم كثيرة سردها الأستاذ ياسر، أعتقد أستاذ ياسر صح، وقال أنه نحن نطالب أو لنا حقوق كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أنا لم أسمع من ضمن مطالباتكم تحسين أوضاع التعليم على مستوى المدارس مثلا، لم أرى من ضمن يعني مطالباتكم ما يطالب بتعديل المناهج الدراسية، والكل مجمع على أن المناهج الدراسية فيها الكثير من المغالطات مثلا، تحسين وضع الدراسة الثانوية والابتدائية والترابط بين المراحل الدراسية. لماذا لم تورد أو ترد هذه المطالب من ضمن مطالبكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم ونشكر قناة عدن الغد، الغد المشرق، الغد المشرق طبعا. ثانيا نحن طالبنا مش مطالبناش، ولكن كان صداها يمكن أغل لأن الحقوق هي اللي ضغط علينا. نعم هناك حقوق، أنا إذا أعطيتني حقوقي في هناك جهات تتابعني بتمشي الأمور دي سرد. يعني من ضمن مطالبكم هذا؟ أكيد 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 أكيد، لأن الآن المدارس الحكومية متحملة في الصفوف أكثر من 100 و120 طالب. حيو. وأنت ماسك على 30 ألف و40 ألف و50 ألف، أنا حسي عند جهالي من فين يجيب قوت عيالهم؟ وأنا أجلس أدرس لي 120 طالب من ضمن الطلبة هؤلاء عسكر، يعني يجي طالب يستلم أكثر من المدرس، نفسيتك كيف بتكون؟ يعني عندك أنت عسكري يستلم مثلا ما يقارب 1000 ريال سعودي وأنت تستلم 40؟ وأنا استلم 40، وش من نفس معي؟ أنا أجلس أحول منهج وأنا عاد ما حصلتش حقي الحقوق، ما حصلتش قوت أطفالي عشان أطالب بمستوى أعلى من كذا. فنحن نطالب حقوقنا لا غير، ما نشتيش والله زيادات ولا شيء، والله هذه الوجوه تجي كل يوم بمواصلات لو حسبت الراتب ما بيجي لك أسبوعين حق طلعت الباص للمدرسة. بس نقول في هناك رب كريم ونشتري له الحكومة دي تسمع تقول أي كلمة، حتى يجي يتكلم وزير التربية حتى كذب يكذب علينا، يقول يا جماعة إن شاء الله دي السنة إن شاء الله ما فيش. يعني أنت تشتم بادرة بترجعوا ترجعوا شو يعني؟ جالسين بالبيوت نيام والله راغدين طبحنا، حتى الكهرباء طافية ما عاد غضب ترغد، اشتي بكر المدرسة بس ما حصلش الحافز اللي خلينا يجي. أي واحد حطه في مكانك شو بيقول؟ والله هذه رسالة بليغة، أنا سأستغل هذه البلاغة في الطرح وهذه الصراحة لأذهب إلى فاصل، ومن ثم سأعود لأواصل مع باقي محاور هذه الحلقة. ابقوا معنا بعد الفاصل، لازال الحديث بقية. من جديد عدنا لكم لنواصل حول توقف العملية التعليمية والتربوية في العاصمة عدن وباقي المناطق الجنوبية. كنا ولازلنا نتحدث عن الحقوق والمطالب
المعلمين. أنا بالمناسبة هنا في ثانوية أو مدرسة؟ ثانوية غانم، وهي ثانوية في منطقة خور مكسر، وكما تشاهدون الثانوية خالية يعني على عروشها، لا يقف هنا غير المعلمين الذين هم بالأساس يعني مضربين معلقين التعليم، لكنهم موجودين بدليل أن مديرة المدرسة أو الثانوية هنا معي، وهناك أيضا طلاب بملفاتهم يحاولون التسجيل والالتحاق بالتعليم رغم توقف التعليم. تعرف عليك أستاذ. أستاذ نداء أنور باشا، مدير الثانوية غانم. مضربين وأنت مداومة، كيف هذا؟ نحن مع حقوق المعلم ولكن أيضا مع الطالب. فالطالب لما يتسجل ويضمن، لأنه نحن عارفين نحن كمعلمين، نحن قبل ما نكون معلمين نحن أمهات وآباء، وأبناءنا يدرسوا بالمدارس الحكومية جميعا. ما تلاقيش قلة، نادرا ما تلاقي ابن معلم أو معلمة يدرس بمدرسة خاصة. أما المعظم فنحن ندرس في مدارس حكومية، أولادنا يدرسوا بمدارس حكومية، فلهذا نحن نبدأ بالتسجيل والتقييد عشان أول إن شاء الله ما تستجيب الحكومة للمطالب يكون الأمور كلها مرتبة للطالب، بحيث أنه يدخل لصفه ليأخذ حقه التعليمي. يعني التعليم معلق، لكن أنتم كطواقم في إدارات المدارس والثانويات موجودين؟ نعم نعم. هذه الثانوية فقط ولا كلكم؟ أظن جميع الثانويات. طيب أنا بسألك سؤال، طالما أنك مدير الثانوية، زي مالك زي ما عليك، إذا ما تحدثنا عن المستوى التأهيلي للطاقم التعليمي، مدرسين ومدرسات، كيف ممكن أن نقيمهم؟ المعلم بصفة عامة يأخذ دورات أكثر، أكثر المعلمين اللي تأخذ الدورات معلمين الصفوف الأولى. الابتدائية يعني؟ أيوة أيوة الابتدائية، لكن معلمين الثانويات مش بكثرة. يعني لا. ما فيش معكم دورات تأهيلية أو تدريبية أو ما إلى آخره؟ لا، مش زي المعلمين الابتدائي. طيب إذا تحدث الشيء الحقيقي، تفضلي. التأسيس، أنا كمديرة مدرسة وقبل ما أكون مديرة مدرسة أنا معلمة. يعني بالأول والأخير أنا معلمة. الطفل عندما تأسس صح يطلع صح. طبعا هو الأساس من التأسيس من الابتدائي. طبعا أنا بسألك سؤال آخر أو بشكل آخر، إذا ما تحدثنا عن مخرجات التعليم الجامعي في كلية التربية والتعليم مثلا، كان زمان عندنا معهد التعليم العالي، صح ولا غلطان؟ هل هناك فجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل، أو أنه مخرجات الجامعة تتواءم مع احتياج سوق العمل؟ لو تبدقيل الحقيقة، نعم، بكل الجامعات ما لا يوجد توائم. الناس المخرجات عندي أكثر من المطلوب. كيف أكثر من المطلوب؟ لا أنا ما أتكلمش عن العدد، أنا أتكلم عن نوعية التعليم الذي يحصل في الجامعة. للأسف الشديد ما شاء الله أي طالب علامته 54 55 يتجه إلى التربية. يعني هي تقبل أقل المستويات؟ طبعا، مش زي الطب. ولا أنا بطلع معلم، المعلم ده لازم يكون من أبرز الشخصيات الذي لازم تكون موجود قدوة وتعليما وما إلى آخره. طبعا لأن أنت الذي تأسس الجيل. لما تطلع معلم ما يقدرش أصلا التعليم أساسا. للأسف الشديد، يعني مش الكل ولكن في هذا الوضع القائم مع كل الأسف. نعم. أنا تجاوزت هنا واحدة من المدرسات المعدرة طبعا، ولكن هنا الكل سيد لبدل، وهو أتعرف عليه. لوزينة الشدادي، وكيلة فنية في ثانوية غانم. في ثانوية غانم. طيب إذا ما تحدثنا عن مطالبكم، وهي طبعا قد استعرضت من قبل الكل والجميع، ما رأيك أنت بأثر توقف التعليم على الأسر وعلى الطلاب؟ هل يعتبر مثل ما وصفه البعض تجهيل؟ لا، مش لدرجة تجهيل، لأنه فترة محددة، الكل يعلم في النهاية أن أكيد بتستجيب الحكومة أو أنه بيعملوا. لو ما استجابتش لا يستمر الأمر، لأنه صراحة إحنا لنا أيها 3 سنوات وإحنا على كل مرحلة، يعني بدينا بالشعارات الحمر، بدينا بالسلمية، بدينا إلى وصلنا لهي المرحلة. يعني هم عندهم إشعارات من قبل إن في إضراب، إن في هناك حقوق إنهم يطالبوا بها، في هذه كلها المعلومات. يعني أنت تقصدي في حال إنهم لم يستجيبوا هم اللي يتحملوا المسؤولية مش أنتم؟ لا، هم يتحملوا المسؤولية. لأن هذا الاسم المعلم قد تعب، يعني من كثر ما هو يعطي 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 بدون أي مقابل. كم راتبك؟ راتبي 87. كم عمرك التعليمي مثلا؟ كم لك؟ يعني انت وكيل؟ 20 سنه. ايوه 22 سنه من 2000 وانا معين. وراتبك لا يتجاوز 80 دولار؟ ايوه. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، ولا يكفي ما يكفي طبعا. انا ام لـ3 اطفال. اولادك وين يدرسوا؟ والله يدرسوا هنا بغانم، معي ابني هنا يدرس.
يدرسوا هنا، والان جالسين في البيت يعني نايمين، انا اروح المدرسه وهم نايمين بالبيت. ما تقيميهم شو الصباح عناد كذا على الاقل؟ اقوم انا نفسي واصلح فوضى وهم ولا معولين عليها، في الاخر راغدين راغدين. طيب نحن لا نريد ان يظل اولادنا نائمون في المنازل، بل بالعكس نحن نريدهم ان يعودوا الى صفوف الدراسه، بل ويتحصلوا على افضل واجود مراحل وادوات التحصيل العلمي. ساعد من جديد الى رئاسه النقابه لاسال كم عدد الوقفات التي قمتم بها ومن قابلكم وجلس معكم ووعدكم حتى الان؟ طبعا الوقفات ما بين 5 إلى 4 وقفات هكذا، اعتقد 5-4. وجلسنا في البدايه في 2017 مع وزاره التربيه والتعليم، وصلحنا معهم اتفاقية على أساس أنهم بينفذوا مطالب المعلمين. عملنا بعدين مع رئاسة الوزراء معين عبد الملك، وخرج بقرار وزاري أنه يتم صرف العلاوات والمستحقات طبيعة العمل أيضا. بعد مشى القرار؟ لا ما مشاش، كله يعني كله حبر على ورق إبر. أيوه. وبعدين جلسنا مع الخنبشي نائب رئيس الوزراء ونفس الوعود ونفس الكلام، وبعدين جلسنا مع يعني التوقيات موجودة بس ما التوقيات موجودة إلى أنه استخلصنا حكم محكمة، المحكمة الإدارية بإنصاف المعلمين تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء، لكن للأسف لم يتم حتى تنفيذ. عندكم حكم محكمة؟ أيوة خرجنا حكم محكمة في 2021 وأساس أنه يتم تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء اللي تقول أنه أعطى طبيعة العمل لـ 2011 التطبيب هيكلة أجور والعلاوات السنوية والتسويات. طيب يا أستاذ ياسر، إذا الآن مثلا أنتم الآن قلتوا أنا أعتقد أنكم وصلتوا إلى الحد الأقصى من الـ من الـ من من ردود الفعل يعني أو ردة الفعل هي تعليق التعليم، هل هناك أو هل هناك سعة فعلا للتصعيد، وما هو التصعيد إن كان هناك سعة لذلك؟ طبعا التصعيد مستمرين، نحن الان مغلقين المدارس المرحله الثانيه. لا ما ادري مش في كمان اكثر في اكبر منه انه نغلب ادارات التربيه في المديريات ومكتب التربيه ووزاره التربيه والتعليم. خلاص يتوقفوا يقيسوك، لانه لهم هم مستفيدين اصحاب الوزاره ومكتب التربيه انه يلاقوا حوافز ويلاقوا حق تنقلات ويلاقوا، مع ان المدارس لانه مستفيدين مع المدارس مغلقه ودورات لهم. استاذ حسين القعديني الأمين العام للنقابة، خرجتم قبل أسبوع أو 10 أيام من الآن لعمل وقفة أمام مكتب التربية والتعليم للمطالبة بإقالة أو تغيير مدير التربية والتعليم، لماذا؟ طبعا هذا استجابة للمعلمين لأن الوضع مزري، ولا كل معلم يشوف أنه مكتب التربية لم يقدم له شيء فهو المسؤول، وكل راعي مسؤول عن رعيته. فلهذا قام المعلمون بطلب من النقابة وبناشد النقابة بأنهم يخرجوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب التربية الرغبي. وبالنسبة في فقرة كنت أريد أن أتكلم بها عن التصعيد، هي أنه كلية التربية ستغلق نتيجة أنه على عدم إقبال الطلاب لكلية التربية. فقسم الرياضيات والفيزياء أغلق، قسم الكيمياء أخوي دكتور هناك ما فيش طلاب يروحوا يسجلوا يعني ما فيش، لأنه يقول لك أنا بجلس 10 سنوات بدون توظيف وبعد 10 سنوات بتوظف براتب 60، أنا غدنا عسكري بألف سعودي أفضل لي. وأغلبهم يتجهوا الطلاب للحزام الأمني، والآخرين يتجهوا إلى كليات التي فيها مستقبل زي الطب الحقوق الهندسة، فهناك إشغال خاصة تكون أفضل من كذا. لكن هنا حتى لو خرج كلية التربية وتوظف في خاصة راتبه في المدارس الخاصة 25,000. هذا نذير خطر على فكرة، إنه الآن الطلاب عزفوا على الذهاب للتسجيل. ولهذا نقابة الجامعة تواصلوا معنا قبل يومين على أساس يكون اجتماع في الأيام القديمة عندنا ننسق على ذلك، وسوف يعلنوا إضراب شامل في الجامعة. في جامعة عدن. لهذا السبب. وأكثر النقابيين اللي هم نقابة كلية التربية. الذي سيكونوا هم الصدد على اساس انه تغلق الجامعه الا ان يستجيبوا لهم. اصبح راتب الدكتور هناك 300,000، راتب المعيد المدرس في الكليه 90,000. فيقول لك انا مدرس في جامعه راتبي اقل من عامل، اقل عامل في الدوله. انت طرقت موضوع مهم، انا لانه داهمني الوقت. هنا معي استاذ ايضا لم يدلو بدلوه، الأستاذ ياسر. أنت أتيت مثل مع أستاذ هشام، أتيت من يافع ومن لاحق ومن عدن، ما أدري أنت اللي دبرت التعليم ولا لا؟ والله ما سبب تنقلك؟ سبب التنقل أول كان التوظيف في يافع،
وجلسنا في حدود 6 سنوات هناك، وانتقلنا إلى في 2011 انتقلت إلى لاحق وفي تبان. ومن تبان شفنا أنه يعني المسافة ما بين عدن وتبان والتنقل وصعوبة التنقل والمواصلات تمام، فقلنا ما فيش فايدة الراتب يلا يلا يعني المشي به حال في هذيك الأيام ومعك المواصلات ما مواصلات، فاضطرينا أننا نبحث عن بديل من أجل أن ننقل من لاحق إلى عدن، والحمد لله توفقنا. أنت كثير من المدرسين مثلك طبعاً. طيب أنا بسألك سؤال بس على عجالة. أول أنا سمعتك تقول إنه التعليم الخاص بمعنى أنه طعنكم من الظهر أو يعني استمر بالتالي وكأنه يعني لم يلتفت إلى حقكم، ما رسالتك للمدارس الخاصة والتعليم الخاص الذي لم يعير يعني اهتماماً لمطالبكم؟ طبعاً المدارس الخاصة هي مدارس أساساً تجارية، هي تجارية يعني الأهم عندها هو عبارة عن المال تمام، فهم طبعاً لا يمكن أنهم يتفاعلوا معنا أو يقفوا معنا. ليش؟ لأنهم أساساً هم ما معلمهم يعني ما يتقاضوا رواتب من الإدارة التربية، مع أن رواتبهم قليلة جداً رواتبهم رغم الرسوم التي تحصل رواتبهم قليلة فعلاً، لأنه أغلب المدرسين اللي فيها مدرسين غير مؤهلين. لو هو مدرس لو هو مدرس مؤهل يعني وذو كفاءة ولو خبرة في التعليم لا يمكن أنه يقبل يدرس بهذا المبلغ الزهيد. جميل تمام، فأغلبهم يعني معلمات خريجات ليس متخصصات وخريجات يعني خريجات يعني ليس لها فترة أثناء عملية التخرج، فيأخذوهم أي شيء مدارس الخاصة يأخذوا يعني أي شيء ويمشوا حالهم. نعم بذلك أكون تقريبا قد وصلت إلى آخر الحلقة، وأيضا وضعت أكثر ما يدور في ذهنكم واستفساراتكم. إذا كان هناك تقصير مني أو من الذي هم هنا في ضيافتي أتمنى أن تلتمسوا لنا العذر. هؤلاء يطالبون بحقوق مشروعة، ولكن المواطن أيضا يطالب بإعادة التعليم لذهاب أولادهم إلى المدارس. أنا سأناشد هنا كل من لديه ضمير حي، سأبدأ بالمجلس الرئاسي ومن ثم رئاسة الوزراء والوزراء الأفاضل وأيضا السلطة المحلية بالعاصمة والمحافظات المحررة. أتمنى أن تقفوا إلى جانب هؤلاء، لأن هؤلاء هم من علموكم وهم من درسوكم وأوصلوكم إلى ما أنتم عليه الآن. بدون المعلم نحن لا نسوى شيء. أتمنى أن تقيكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.